السلام عليكم ومرحبا بكم كامل. اليوم نتكلموا على ملحمة من الملاحم تاع الشعب الجزائري. نتكلموا على ملحمة بجاية، كيفها كيف كانت ملحمة قسنطينة وملحمة الزعاتشة ثاني وبعض الملاحم الأخرى اللي كاش نهار نطرقوا لها. كما شفتوا المستعمر الفرنسي كان احتك بالحاول يعني سي يدخل منطقة القبائل في 1830، حاول يدخل منطقة بجاية ودرنا حصة عليها اللي يحب يشوفها، وكان هذاك يعني احتكاك غير مباشر، يعني الفرنسي صلحوا سيظهرهم. بصح في 1833 بعد ما الفرنسيس كانوا داو مدينة عنابة، المدينة اللي كانت مراها هي مدينة بجاية. وعلى هذا المدينة هما كانوا جهزوا كما يقولوا حملة عسكرية من فرنسا ديريكت، وهذو كانوا جهزوها في أوت 1833. اللي كان فيها في هذه الحملة كانوا بعثوا 168 قطعة مدفعية و 1330 جندي، يعني هذو اللي كانوا بعثوا من فرنسا. وفي نفس الوقت كان انطلق من العاصمة انطلق 10 فرق عسكرية بالقيادة تاع الجنرال تريزيل اللي كان معاه 1750 جندي. ثاني الفرنسيس داو معهم يعني الفرقة تاع الزفير اللي كان لهم، اللي كان فيها احسن الجنود اللي كان لهم في الجيش الفرنسي هذاك الوقت. هنايا الحملة اللي جات من فرنسا ديماراو في 20 سبتمبر من ميناء تاع طولون، وفي الدعوة كانت البحر كان كالم، ووصلوا لبجاية في 29 سبتمبر. وفي ضمن هذا الفرقة كان هناك التريزيل، وكان ثاني لاموريسيير اللي كان الامير عبد القادر اعطاه السيف ديالو واعطاه المكحله ديالو، وثاني كان سنيا معاه الاتفاق تاع الاستسلام ولا الهدنه، كل واحد يسميه كما يحب. كما قلنا هذه الحمله كانت بقياده الجنرال تريزر هذا اللي كان حب كما يقولوا يدير مفاجأة لسكان بجاية. بصح ناس بجاية ولا القبائل كانوا اتحلبوا لهم من قبل، كي راحوا يصدموا عليهم النهار اللي كانوا مفتهمين مع صباح بكري، قال لك الفرنسيس كي بداو يشوفوا في القبائل نازلين كنمل من الجبال على المدينة، كينزلوا بداو يدخلوا في الابراج وفي المراكز الدفاعيه تاع المدينه هذه. هذه المدينه اللي كانت واحد من البواخر هذو اللي جابت الحمله الفرنسيه كانت جا زارت سنه من قبل، وكان ثاني الجنرال ولا الحاكم العام روفيغو كان بعث بعض الجواسيس الاندلسيين ولا المور كما كتب السيد هذا في كتابه، باه يجسس على بجاية ويشوف منين يدخل ومنين يخرج. بصح كتب لك هذو اللي بعث روفيغو كانوا ثاني نزلوا عليهم ناس الجبال وهربوا وكانوا سلكوا ريسانهم. المهم في هذاك الوقت القصير اللي دارت هذا البعثة كان جابت له بعض المعلومات للسيد هذا لروفيغو، ومن ثمك كان المخطط حسب ما جاوا به هذا الجماعة. المهم كي بدا الهجوم كان ثمك باخره فرنسيه سيات تدخل للميناء تاع بجايه، وبداو البجاويه يتيروا عليهم بالمدافع. قال لك ما حبسوش. بصح المشكل اللي بداو يتيروا ويعني الخساره ما داروا والو، ربما كان النقص التجربه، يعني ما الاتراك ما علمهمش كيفاه يزاول المدافع بالك، ولا اللي كانوا ثم كانوا ناقصين من الخبره.
المهم ومن ثم على 6 تاع الصباح البواخر الفرنسيه بداو يردوا الهجوم بالمدفعيه، وبعد نص ساعه قال لك الدواحه بست، ومن ثمك الفرنسيس البواخر الفرنسيه تقربت من الميناء وبدات تنزل في الجنود ديالها. الفرنسيس كينزلوا في الميناء وحاولوا يدخلوا لداخل، بداو يطير عليهم القبائل سون بيتي يعني بلا رحمه. قال لك الرصاص بدا نازل كيشتع عليهم، وهذوك الفرنسيس بقاو داخلين، والمدفعيه الفرنسيه ثاني بدات تعطي الصهد للقبائل ولا البجاويه. في الوضع هذا القلاع الجرات كما يقولوا نفس المشكل، كما يقولوا لارناك توتال، يعني النظام القبائل فقدوا النظام ديالهم ولا التركيبه ديالهم. فرانسيس استغلوا هذاك الوضع والخلطه، وفي رمشه عين هذو تمكنوا باه يصلوا يدخلوا للقصبه اللي كانت البيبان ديالها مفتوحه، هذا حسب ما كتبوا هما. قاو شويه جنود ثما كانوا قضاوا عليهم وارماهم مصوار تاع القصبه. هذا كان ب 200 جندي فرنسي وبقيادة لاموريسيير اللي كان اللي ولا قايد في الغرب الجزائري من بعد. ثماك كان خلى شويه جنود باه يشدوا البلاصة، وكان صدم على برج موسى، وثماك كان استولى على منطقة استراتيجية في بجاية، هذا بمساعدة الفرقة 95 تاع الجيش الفرنسي. وهذه الفرقة اللي يحب يقرا عليها ثاني مسمية بزاف في الكتب التاريخية ديالهم. وكيداو المناطق الحساسة كامل في المدورة بالمدينة، ما بقات غير يما كورايا والمدينة تاع بجاية خاضعة مازالها تحت القبائل. والفرنسيس كتبوا لك يعني في هذا الخلطة كامل والدبزة القبائل مازالهم نازلين من الجبل، تبلك بليك هذا من المدينة تاع بجاية كل دار ولات قلعة. وكتبوا لك بليك حتى النساء كانوا شاركوا في القتال. فرانسيس كان لهم يقاتلوا دار في بجاية وطريق بطريق. والفرانسيس كانوا نزلوا المدفعية ديالهم في 10 تاع الصباح، ونزلوا الخيول ديالهم في العشية ثاني. والفرانسيس ما كانوا داروا والو يعني من الصباح حتى العشية هما في قتال مع القبائل. وهذا الجنرال تريزيل اللي كان قائد الحملة هذيك كان جا دخلوا الشكل اللي ما راهش رايح يدي مدينة بجاية، وكان بدا يفقد الامل حتى ولا دخل حتى جنود البحريه اللي كانوا في الـ في الـ في البواخر الحربيه ديالو، كان لو ينزلهم ويدخلهم في القتال ثاني. وهذا كان العدد ديالهم 400 جندي. في النهار الثاني للقتال كتب لك بليك 600 قبيلي ولا 500 قبيلي هجموا على المركز الفرنسي في قلعة موسى. والقبائل كتب لك بلي بداو يسترجعوا المواقع ديالهم، والفرنسيس كان لهم يقاتلوا وهما رايحين للور، حتى ولاو لقاو رواحتهم يقاتلوا في البحر، يعني عاودوا رجعوهم من وين جاو. وكان سلكهم 200 جندي واحد اخر اللي كانوا نزلوا في الشاطئ تاع بجاية، والقبائل كان لهم يولوا المواقع ديالهم. وبقى القتال يعني المده 6 ايام، حتى وين تريزال هذا ما كان له يبعث باخره باه يجيب المزيد من العسكر من العاصبة. في اليوم السابع كانوا وصلوا 500 جندي واحد اخر من العاصمة، وهذا الوصول ديالهم كان اعطى كما يقولوا نفس جديد للمستعمر الفرنسي. كانت هذه الفرقة من هذوك الزفير كما يسموهم. في هذاك النهار اللي كان 9 اكتوبر الفرنسيس كانوا هجموا في الصباح بكري بثلاث فرق
عسكرية، وكانوا بعثوا فرقة إما غوريا اللي كانوا صابوها الفارغة يعني القبائل اللي بدوا لوحديهم منها. تاني الفرقة الأولى كانت حاصرت جاية من الجنوب، والفرقة الأخرى كانت صدمت على مدينة بجاية، والفرقة الثالثة كانت الدور في النفس بين بجاية وإما غوريا. وكتب لك باللي القبائل هربوا ولا خلاو البلاصة فارغة حسب مكتب هذا البحار ولا هذا القائد في البحرية الفرنسية. ومن ثمك الفرنسيس بداوا استولوا على مدينة بجاية. تبدأ قصة واحدة أخرى في تاريخ المنطقة ثاني. المهم كما قلنا هذا كما يقولوا سرد الحكاية من جانب، وبالك كاش واحد منكم اللي يحب يقرأ يلقى رواية واحدة أخرى. نتمنى استفدتوا من هذه الحلقة، ويعطيكم الصحة، ونتلاقوا في ساعة الخير.